خطة عبقرية شديدة المكر والدهاء وضعها قائد حماس قبل أن يرحل عن عالمنا، واستمر تنفيذها حتى بعد رحيله عن عالمنا، معتمداً في استكمالها على قسم اللدود، بما قد يحقق نبوءة العقد الثامن الذي يطارد إسرائيل. فما هي تلك الخطة؟ الحرب على غزة، كيف استدرجت حماس إسرائيل إلى فخ قاتل؟ عنوان لمقال استثنائي كتبه الصحفي البريطاني ديفيد هيرست قبل عدة أشهر، كشف فيه عن خطة شديدة الذكاء والعبقرية وضعها يحيى السنوار، القائد السياسي لحركة حماس الذي أعلنت إسرائيل عن اغتياله. الخطة التي كشف هيرست النقاب عنها نقلاً عن مصادر من داخل الحركة نفسها ومن مقربين من السنوار، ومن تحليله الذاتي للموقف أكدت أن السنوار وضعها ليقوم خصمه اللدود، وهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتنفيذها معتمداً على ميل إسرائيل الدائم نحو العنف والتصعيد العسكري. فعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حماس لم تكن عملية غير مدروسة، أو عملية نجحت أكثر من اللازم بحسب ما يقول بعض المنتقدين للعملية التي شنتها حماس وبعض الحركات الفلسطينية الأخرى في صباح السابع من أكتوبر من عام 2023، وإنما عملية استهدفت بالضبط أن يحدث ما نرى. فالسنوار وفي أحد الفيديوهات السابقة قال إنه يرصد خطراً دائماً تمثله إسرائيل في الفترة التي سبقت الطوفان، وهو قدرتها على تخلل النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة والاندماج معها واقترابها من القيام بعملية سلام وتطبيع مع أكبر دولة عربية في المنطقة، وهي المملكة العربية السعودية. وفي الوقت نفسه مثلت عمليات الضم في الضفة الغربية والقدس خطراً دائماً على مستقبل القضية الفلسطينية التي دخلت برمتها إلى طي النسيان في وقت تتصارع فيه شعوب المنطقة في حروب على أساس طائفي. حرصت الولايات المتحدة وإسرائيل بالأساس على التسبب فيها وتأجيجها لإشعال الشعوب بقتال بعضهم البعض، وهو ما يجعلهم مشغولين عن الصراع معها. لذلك كانت خطة السنوار هي أن يقوم باستفزاز إسرائيل بعمل عسكري غير مسبوق يسبب موجة من الغضب العارم والواسع لدى الشعب الإسرائيلي، وهو ما يطلق العنان للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، والتي تعتبر الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. يطلق لها العنان لمحاولة تنفيذ المخططات التي روج لها نتنياهو قبل ذلك، وعلى رأسها محاربة إيران وكل المحور المؤيد لها بهدف منع إيران من امتلاك القنبلة النووية، وهو ما يهدد بقاء إسرائيل ونفوذها. يرى هيرست أن السنوار كان يعلم أن إسرائيل ستتعامل بعنف مفرط في الرد على طوفان الأقصى، وستسعى لتحقيق أحلامها بالقضاء على الشعب الفلسطيني وتهجيره، وهو بالضبط ما سيشكل خطورة على دول المنطقة مثل مصر والأردن، بما يجعلهم في حالة توشس من مخططات إسرائيل التي تهددهم أيضا. وخلال أحد اللقاءات الجماهيرية قبل السابع من أكتوبر، وضع السنوار المشروع السياسي الذي قاده لتنفيذ عملية طوفان الأقصى، وهو إما إجبار إسرائيل بالقوة والقانون الدولي على إعطاء الشعب الفلسطيني حقه المشروع في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، أو أن تصبح إسرائيل دولة منبوذة ومرفوضة من كل شعوب المنطقة والعالم، بحيث تصبح كلمة إسرائيلي سبة بحق من يحمل تلك الجنسية. واليوم ورغم نجاح إسرائيل في القضاء على السنوار في مواجهة اتسمت بأنها ضربة حظ وصدفة غير متوقعة خلال قتال بينه وبين جنود الجيش الإسرائيلي في رفح، فإن نتنياهو صار على بعد خطوة واحدة بل وعازما على استكمال الخطة التي وضعها السنوار قبل سنوات، والتي تتمثل في الدخول في مواجهة شاملة مع إيران تجر حربا إقليمية أوسع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وبين إيران ومحورها ومن خلفهم قوى عالمية أخرى مناهضة للولايات المتحدة مثل الصين وروسيا من جهة أخرى. تتزامن هذه الخطة مع اقتراب عمر إسرائيل من الثمانين، وهو العقد الذي يمثل عام اللعنة على الشعب الإسرائيلي، لأنه بحسب نبوءاتهم لم تقم لشعب إسرائيل سوى دولتين في التاريخ القديم، وفي كلا الحالتين انهارت هاتان الدولتان وهما في الثمانين من العمر. فهل تتحقق خطة السنوار ويكون العقد الثامن هو لعنة إسرائيل للمرة الثالثة؟